كنتيجة لعلاقة محرمة. ولد مشوها وعاش في ظروف انتقاد وإهمال ونفور، وانتهى به الحال بأن أصبح سفاح فتيات طوكيو. إنه تسوتومو ميازاكي، أحد مواليد ساينتاما في طوكيو باليابان. ولد تسوتومو ميازاكي في 21 من أغسطس 1962. جاء إلى الدنيا نتيجة علاقة محرمة حدثت بين أبوه وإحدى عماته. كان لديه أخت كبرى وأخت صغرى، وكانتا غير شقيقتين. ولد ولادة مبكرة أسفرت عن وجود تشوه باليدين، بحيث كان كفه ملتحما تماما مع عظم الساعد بدون مفصل الرسغ، فلم يكن بإمكانه تحريك كفه إلا بتحريك ساعده كله. التحقت سوتومو ميازاكي بمدرسة أتسوكايشي الابتدائية، وكان منبوذا من زملائه بسبب تشوهه هذا. لم يشتكي لأحد مما يعانيه من انتقاد زملائه ونفورهم منه، فقد أبقى الأمر دفينا في نفسه. تخرجت سوتومو ميازاكي والتحق بالمدرسة الثانوية في ناكانو بطوكيو، وكان من الطلبة الأوائل. كان يحلم بالالتحاق بالجامعة وتعلم اللغة الإنجليزية والعمل كمدرس، لكن مستواه الدراسي انحدر فجأة، فحصل على المرتبة 40 من بين 56 طالبا في فصله. وبناء عليه لم يقبل به كطالب في جامعة مايجي، فالتحق بكلية حكومية ودرس ليصبح مصورا. كانت عائلة ميازاكي ثرية ومعروفة في مدينة أتسوكايشي، فوالده يمتلك صحيفة ودارا للنشر. بعد انتهاء تسوتومو ميازاكي من دراسته في منتصف الثمانينات، عاد للعيش في بيت والده بجوار المطبعة الخاصة بدار النشر، وتقاسم غرفة النوم مع أخته الكبرى. لم يكن ميازاكي يرغب في تولي وظيفة والده، وكانت رغبته الوحيدة هي أن يتم الاستماع إليه وإلى مشاكله، لكنه كان يعلم أن أسرته سوف تتجاهله وأنهم لا يبالون بمشاعره أبدا. كان أكثر شيء يفكر فيه وقتها هو الانتحار. كانت أخته التي يتقاسم الغرفة معها ترفض التعامل معه بتاتا، ولم يكن يدعمه أو يهتم به أحد بالبيت إلا جده، والذي توفى في مايو 1988، ما زاد من عزلة ميازاكي وأصابه الاكتئاب. في محاولة منه للاحتفاظ بشيء من جده، أكل ميازاكي بعضا من رماد جسد الجد بعد حرقه. بعد وفاة جده بعدة أسابيع، اكتشفت إحدى شقيقاته أنه يراقبها أثناء الاستحمام، فطلبت منه المغادرة لكنه هاجمها. وعندما علمت والدته بالحادث، طلبت منه أن يقضي وقتا أطول في العمل ويقلل من الوقت الذي يقضيه في مشاهدة النوعيات الغريبة التي يفضلها من مقاطع وأفلام الفيديو والتي يعشقها بجنون، ولكنه هاجمها أيضا. وفقا لزميل له في المدرسة الثانوية، فقد كان ميازاكي يعاني من عقدة نقص تجعله لا يقيم أي علاقة مع الفتيات، وكان يستعيد عن إقامة علاقة عاطفية مع فتاة بأن يكثر من مراقبة زميلاته حين يلعبن مباريات التنس في المدرسة، ويقوم بتصويرهن ومشاهدة صورهن فيما بعد مع كثير من الخيالات.
تركت تسوتومو ميازاكي بيت الأسرة وعاش منفصلا في بيت خشبي على شكل كوخ قرب منطقة التلال. بين أغسطس 1988 ويونيو 1989 قامت تسوتومو ميازاكي بتشويه وقتل 4 فتيات تتراوح أعمارهن بين 4 و7 سنوات، وتحرش بجثثهن وشرب دم ضحية منهن وأكل جزءا من يدها. هذه الجرائم التي أطلق عليها قبل القبض على ميازاكي اسم سلسلة طوكيو لجرائم قتل الفتيات الصغيرات. كان ميازاكي بكل المقاييس شخصا لا يبدو عليه الريبة أبدا، وكان يختار ضحاياه من الفتيات بشكل عشوائي. كان بعد أن ينتهي من كل جريمة يكتب رسالة إلى عائلة الضحية يذكر فيها تفاصيل جريمته. لاحظت الشرطة أن عائلات الضحايا حدث معهم نفس الشيء، جميعهم تلقوا مكالمات هاتفية صامتة مزعجة، وإذا لم يلتقطوا الهاتف يستمر في دق جرس الهاتف لوقت طويل. في 22 من أغسطس 1988 بعد يوم واحد من عيد ميلاد ميازاكي 26 اختفت ماري كونو، وهي فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات أثناء اللعب مع أصدقائها في منزل أحدهم. وبعد محاولات فاشلة للعثور عليها اتصل والدها بالشرطة. كان ميازاكي قد اقتاد ماري إلى سيارته وخطفها، قاد السيارة إلى غابة غرب طوكيو وأوقف السيارة تحت جسر هناك. جلس إلى جانب الفتاة لمدة نصف ساعة قبل قتلها، ثم انخرط في أعمال حيوانية مع الجثة، ثم أخذها ليلقيها عند التلال القريبة من منزله، ثم أخذ ثيابها معه وغادر. ترك ميازاكي جثة ماري كونو تتحلل لبعض الوقت قبل أن يعود لاحقا لأخذها، حيث قطع يديها وقدميها واحتفظ بهم في خزانة ملابسه. قام بتفحيم ما تبقى من عظامها في فرنه وطحنها إلى مسحوق، وأرسلها إلى عائلتها في صندوق مع العديد من أسنانها وصور ملابسها وبطاقة بريدية كتب عليها كلمات متفرقة: ماري محترقة، عظام دليل إثبات. في 3 من أكتوبر 1988 كان ميازاكي يقود سيارته على طريق ريفي عندما وجد ماسامي يوشيزاوا البالغة من العمر 7 سنوات. عرض عليها أن يوصلها فقبلت، فقاد سيارته إلى نفس المكان الذي قتل فيه ماري كونو، ثم قام بقتل ماسامي ومارس نفس المجون مع الجثة، وأخذ ملابس الفتاة معه عند مغادرته. في 12 من ديسمبر 1988 كانت أريكا نانابا البالغة من العمر 4 سنوات عائدة إلى منزلها، فاعترضها ميازاكي وأجبرها على ركوب سيارته، وذهب إلى موقف للسيارات في ناغوري بسايتاما وأجبرها على خلع ملابسها في المقعد الخلفي، وبدأ في التقاط صور لها، وبعد قتلها قيد يديها وقدميها خلف ظهرها وغطاها بملاءة سرير، ووضع الجثة في صندوق سيارته. تخلص من ملابس الفتاة في منطقة صخرية وترك جسدها في ساحة انتظار السيارات المجاورة. أرسل ميازاكي بطاقة بريدية لعائلتها تم تجميعها باستخدام كلمات مقصوصة من المجلات: أريكا، برد، سعال، حلق، راحة، موت.
في 6 يونيو 1989. أقنع ميازاكي الطفلة إياكو نوموتو البالغة من العمر 5 سنوات بالسماح له بالتقاط صور لها، ثم قادها إلى سيارته وقتلها. قام بتغطية الجثة بملاءة سرير ووضعها في صندوق السيارة. نقل الجثة إلى بيته وقضى اليومين التاليين يمارس الفجور مع الجثة ويلتقط الصور معها في أوضاع شاذة. عندما بدأ جسد الطفلة في التحلل، قطع ميازاكي أوصالها تاركا الجذع في منطقة المقابر والرأس في التلال القريبة، واحتفظ باليدين حيث شرب منها دما وأكل بعضها. خوفا من أن تجد الشرطة الجثة، عاد إلى المقبرة والتلال بعد أسبوعين وحمل الرفات إلى بيته حيث أخفاها في خزانة ملابسه. في 23 يوليو 1989 حاولت تسوتومو ميازاكي اغتصاب تلميذة في حديقة بالقرب من منزلها دون أن يقتلها، لكن والد الفتاة شاهد ما يحدث فأسرع إليهم وقام بتجريد ميازاكي من ملابسه وطرده عاريا. اضطر ميازاكي للعودة إلى الحديقة لاستعادة سيارته، وعندها ألقت الشرطة القبض عليه استجابة لبلاغ والد الفتاة. وجدت الشرطة عند تفتيش الكوخ الذي يسكنه ميازاكي والمكون من غرفتين 5763 شريط فيديو، بعضها يحتوي على أفلام الأنمي وسلسلة أفلام سلاشر، وكان بينهم لقطات فيديو وصور للضحايا. كما ذكرت الشرطة أن لديه كمية كبيرة من أفلام الرعب. أغرب ما ظهر على تسوتومو ميازاكي عند القبض عليه هو عدم الخوف أو المبالاة. وصفته وسائل الإعلام بأنه قاتل أوتاكو الذي تسببت أعمال القتل التي قام بها في حالة من الذعر الأخلاقي. بالنسبة لوالده، فقد رفض دفع تكاليف الدفاع القانوني عن ابنه وانتحر. بدأت المحاكمة في 30 مارس 1990، وكثيرا ما كان يهزي ويتحدث بلا معنى أثناء المحاكمة، ثم قام بإلقاء اللوم في أفعاله على ما أسماه الرجل الفأر، وهو شخصية ادعى أنها تسكن داخله أو ما يمكن اعتباره جانب آخر من شخصيته، وقال إن تلك الشخصية هي التي تجبره على القتل. أمضى وقتا أثناء المحاكمة في رسم الرجل الفأر في شكل رسوم متحركة، لكن محكمة طوكيو الجزئية قضت بأنه لا يزال مدركا لحجم وعواقب جرائمه، وبالتالي يخضع للمساءلة، وحكم عليه بالإعدام في 14 أبريل 1997. كان أغرب ما صرح به ميازاكي أثناء محاكمته هو وصفه لجرائمه بأنها أعمال خير. في 28 يونيو 2001 أيدت حكم الإعدام محكمة طوكيو العليا، ثم من بعدها بخمس سنوات محكمة العدل العليا في 17 يناير 2006. وقع وزير العدل كونيو هاتوياما على مذكرة إعدام ميازاكي وشنق في 17 يونيو 2008 بعد انتقادات حادة بأن المحكمة استغرقت وقتا أطول من اللازم.